مع بشائر الخير التي عمت ربوع الوطن وما رافقها من هطول للأمطار وزخات ثلجية، بدأت كوادر الدفاع المدني بالاستجابة الفورية للحوادث بحرفية وجاهزية عالية من خلال فرق وآليات ومعدات متخصصة تم تجهيزها للتعامل مع الحوادث التي قد تقع جراء الأحوال الجوية السائدة، لا سيما في ظل ارتفاع منسوب المياه أو تراكم الثلوج. كنت مروح أنا وزوجتي من بيت أهلي على بيتي، تعرضت لحالة سقوط على درج البيت بسبب تراكم الثلوج. قمت بالاتصال بكوادر الدفاع المدني وأشكر جهودهم الطيبة، الصراحة كانوا سريعين جدا، يعني بعد دقائق معدودة كانوا موجودين بالمنطقة. تم إسعافي بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإيمان عجلون الحكومي. الحالة كانت عبارة عن أنه الشاب انزلاق عن الدرج، تزحلق بسبب الظروف الجوية. تعاملنا مع الحالة، ثبتنا له قدمه اللي كان يشكي الألم منها، تم نقله إلى مستشفى الإيمان. كانت سيارة دفاع مدني عجلون موجودة، نقلتنا باتجاه دفاع مدني اشتفينا المركز، وهلا احنا نازلين باتجاه عجلون ان شاء الله. سيدي، نصيحه للمواطنين توجهها؟ والله انه في الاجواء هاي، يعني الثلج هو من اصعب الرحلات داخل الثلج، يعني لانه السياره خلص مجرد ما تغطت الارض صعب جدا انك تمشي. وفي هذا السياق تعاملت كوادر الدفاع المدني مع العديد من الحوادث الناتجة عن الظروف الجوية، وبخاصة حوادث السير وجنوح المركبات عن الطريق، والعديد من حالات الإسعاف كحالات ضيق التنفس الناتج عن سوء استخدام وسائل التدفئة، وحالات الولادة وغسيل الكلى التي تم نقلها إلى المستشفيات القريبة ضمن مناطق الاختصاص. والله الوالدة تعبت عندي في البيت بسبب هديق نفس، وهذا اتصلنا في الدفاع المدني مباشرة. نعم. خلال ثواني يعني بسم الله ما شاء الله لحظات، يعني كانوا موجودين. أه. وبسم الله ما شاء الله عنهم، يعني فعلا يشكروا على الجهود اللي بيبذلوها في الوقت هذا. نعم. وعم بدخل الشارع الفرعي فزحلقت السيارة معي. وطلعت على الرصيف. ولن طمننا ان شاء الله ما في اصابات، ما في شيء الحمد لله، ما فيش اضرار الحمد لله، بس في اضرار بالسيارة بس. المي داهمتنا عندنا في المنزل، ارتفاع تقريبا 10 سم. حكينا مع الدفاع المدني والله ما قصروا، ايهم شغالين. وعند الوصول تبين دخول بركة مجاورة للعمارة ودخول المياه من طريق فتحات جانبية للسور. قمنا بتشغيل عملية الشفط، فصل التيار الكهربائي للعمارة كاملة، أيضا إعطاء المواطنين أولويات عدم استخدام التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الشفط. وعلى الرغم مما يبذله جهاز الدفاع المدني في التعامل مع مستجدات الحالة الجوية، إلا أن المواطن يبقى هو الركيزة الأساسية في تقليل احتمالية وقوع الحوادث من خلال انتهاج السلوك الوقائي في مثل هذه الظروف والأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة.